بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض الدرس العاشر وهو الدرس الأخير في الفصل الأول، وهو بعنوان إنشاء مخطط التمثيل بالنقاط. فقرة اربط في هذا الدرس هنعرض على التلاميذ مخطط التمثيل بالنقاط لطول أقدام تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بالسنتيمتر اللي احنا خدناه الدرس اللي عدى، وهنشوف مخطط تمثيل بالنقاط لطول أقدام تلاميذ في مرحلة رياض الأطفال 2 بالسنتيمتر أيضا. هنشوف أوجه الاختلاف وأوجه الاتفاق. أول حاجة العنوان، ممكن يلاحظ التلاميذ في العنوان أن العنوان الأول طول أقدام تلاميذ في مرحلة رياض الأطفال، لكن الثاني طول أقدام تلاميذ في الصف الثالث الابتدائي، يبقى أول اختلاف. ومن أوجه الاتفاق أن العلامات نفس العلامات، العلامات في مخطط مرحلة رياض الأطفال هي نفس العلامات في مخطط تلاميذ الصف الثالث الابتدائي. ثالث حاجة، ممكن يبقى في اختلاف في المقياس بين تلاميذ رياض الأطفال وتلاميذ الصف الثالث الابتدائي. المقياس في مخطط رياض الأطفال بدأ من 16 وانتهى ب 19، أما في طول أقدام تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بدأ من 21 وانتهى ب 24. وده ممكن يخلينا نسأل سؤال، إيه اللي خلى الأعداد في مخطط رياض الأطفال أقل من الأعداد في مخطط الصف الثالث الابتدائي؟ لأن طول قدم التلميذ اللي هو في رياض الأطفال 2 أقل من طول قدم تلميذ في الصف الثالث الابتدائي. الإرشادات، عليك استخدام العناصر الموجودة بالأسفل أثناء رسم مخطط التمثيل بالنقط. تأكد من أن مخطط التمثيل بالنقط يحتوي على كل العناصر المدرجة في القائمة. هذه قائمة التحقق لتقييم مخطط التمثيل بالنقط في الدرس 10، ودي موجودة في بداية الدرس في كتاب التلميذ. هيشوف التلميذ لما ينشئ مخطط التمثيل بالنقط لازم يمشي على قائمة التحقق. أولا يكتب عنوان للمخطط ويضع التسميات على خط الأعداد ويكتب وحدة القياس ويكون العمل منسق ومنظم. في كتاب التلميذ صفحة 21. الإرشادات، استخدم الخط التالي في إنشاء مخطط التمثيل بالنقط. ده خط الأعداد، هينشئ كل تلميذ بنفسه مخطط تمثيل بالنقط، والمطلوب من التلميذ في هذا الدرس أنه يقدر ينشئ مخطط التمثيل بالنقط بمفرده لوحده، وإحنا خدناه قبل كده بالتفصيل وإن شاء الله هناخده تاني النهاردة. طبعا في الدرس اللي عدى كانت كل مجموعة معها بعض الأشياء تقيسها، في مجموعة كان معها أقلام رصاص، ومجموعة كان معها أقلام ألوان، ومجموعة كان معها ممحاة وبريات وهكذا. احنا اخترنا ثلاث أشياء، القلم الرصاص وقلم الألوان والممحاة. لازم نشوف قائمة التحقق معنا. رقم واحد في قائمة التحقق، كتبت عنوان لمخطط التمثيل، لازم نكتب عنوان لمخطط التمثيل بالنقاط بتاعنا. طيب العنوان بتاعنا هيكون ايه؟ انا طبعا هقيس اشياء، يبقى هكتب اطوال الاشياء. هقيسها بالمتر ولا بالسنتيمتر ولا بالمليمتر؟ طبعا بالسنتيمتر، يبقى اطوال الاشياء بالسنتيمتر، ده عنوان المخطط بتاعي. طيب وضعت التسميات على خط الاعداد، تسمية خط الاعداد يا اما بالمتر يا اما بالسنتيمتر يا اما بالمليمتر. انا جميع الاشياء اللي معايا هتقاس بالسنتيمتر، اذا هكتب الطول بالسنتيمتر. وما انساش المفتاح، المفتاح هذه العلامة تساوي شيء واحد فقط. يبقى انا لحد دلوقتي كتبت العنوان وكتبت التسميات على خط الاعداد والمفتاح. هبدأ اشوف البيانات اللي معايا، هشوف اصغر طول عندي، اصغر طول عندي اللي هو 1 سنتيمتر، واكبر طول عندي 12 سنتيمتر. انا هعمل كم علامة؟ هعمل 12 علامة بهذا الشكل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 علامة. كده كام؟ 12 علامة. طيب هكتب الأرقام ازاي؟ هشوف أصغر رقم اللي هو رقم 1 هكتبه في الأول، يعني هنا هكتب 1، وأكبر رقم اللي هو رقم 12 هكتبه في الآخر، والأرقام اللي في النص هكتب تصاعدي من 1 إلى 12، يعني 1 بعدها 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، ومكتوب 12. هبدأ أشوف البيانات. الجدول الأول فيه قلم مقاسه 1 سنتيمتر، مفيش. الجدول الثاني مفيش. الجدول الثالث فيه 1 سنتيمتر، مقاس الممحاة 1 سنتيمتر، يبقى هعمل علامة واحدة على 1 سنتيمتر. 2 سنتيمتر، هشوف الجدول الأول مفهوش، الجدول الثاني مفهوش، الجدول الثالث فيه 2 سنتيمتر، هعمل علامة واحدة. 3 سنتيمتر، الجدول الأول مفهوش 3 سنتيمتر، الجدول الثاني فيه 3 سنتيمتر، وأيضا الجدول الثالث فيه 3 سنتيمتر، نرسم علامتان فوق 3 سنتيمتر. 4 سنتيمتر موجودة في الجدول الأول وموجودة في الجدول الثاني وموجودة في الجدول الثالث، إذا نرسم 3 علامات أمام 4 سنتيمتر. 5 سنتيمتر موجودة في الجدول الأول والثاني والثالث، هنكتب 3 علامات. 6 سنتيمتر في الجدول الأول
والجدول الثاني والجدول الثالث. نرسم ثلاث علامات 7 سنتيمتر في الجدول الأول والجدول الثاني والجدول الثالث. نرسم ثلاث علامات 8 سنتيمتر في الجدول الأول والجدول الثاني والجدول الثالث. نرسم ثلاث علامات 9 سنتيمتر موجودة في الجدول الأول وموجودة في الجدول الثاني ولكن مش موجودة في الجدول الثالث. نرسم علامتان 10 سنتيمتر مش موجودة في الجدول الأول وموجودة في الجدول الثاني ومش موجودة في الجدول الثالث. نرسم علامة واحدة فقط. 11 سنتيمتر مفيش في الجدول الأول ولا الثاني ولا الثالث، هنسيبها فارغة. 12 سنتيمتر في الجدول الأول، أما الثاني والثالث مفيش 12 سنتيمتر، نرسم علامة أمام 12 سنتيمتر. كده كملنا الجدول ونشوف قائمة التحقق بتاعتنا. كتبت عنوان المخطط، كتبت عنوان أطول الأشياء بالسنتيمتر، أضع علامة صح أمامها. وضعت التسميات على خط الأعداد، وضعت التسميات على خط الأعداد، الطول بالسنتيمتر وكتبت المفتاح، أعمل علامة صح. كتبت وحدات القياس، كتبت وحدات القياس من 1 ل 12 سنتيمتر، أعمل علامة صح. عملي منسق ومنظم، عملي منسق ومنظم، أعمل علامة صح. بكده المفروض أن الدرس 10 خلص. هراجع على بعض الأشياء اللي خدناها في الفصل الأول كامل. 1. أرسم لتكمل النمط. ألف، عندي مثلثين لونهم أحمر ووسطاني دائرة واحدة زرقاء. الشكل الثاني، المثلثان كما هما ولكن الدوائر زادت دائرة. مثلثان لونهم أحمر ودائرتان زرقاء، إذن زادت دائرة. الشكل الثالث، نفس المثلثان ولكن زادت دائرة أخرى، أصبحت ثلاث دوائر. يا ترى الشكل اللي بعد كده هيبقى كام يا أبطال؟ النمط كل مرة ما يزيد دائرة في النص، دائرة واحدة، دائرتان، ثلاث دوائر، هنا كام؟ ممتاز، أربع دوائر، مثلثان وأربع دوائر. والشكل الأخير، مثلثان وخمس دوائر، ولو حبيت أعمل شكل تاني مثلثان وست دوائر، وهكذا. باء، مربع صغير. في الشكل الثاني مربع صغير وفوقه مربع أكبر منه بقليل. الشكل الثالث مربع صغير وفوقه مربع أكبر وفوقه مربع أكبر. في الشكل الرابع هذا المربع الصغير وهذا المربع الثاني وهذا المربع الثالث، وهرسم المربع الرابع. في الشكل اللي بعد كده، النمط اللي بعد كده، كل مرة ما نزود مربع، مربع صغير، مربع أكبر منه، مربع أكبر منه، وفي النهاية المربع الخامس أكبر مربع. جيم، هعد النقاط 2 4 6 8 10 أصبحوا 2 4 6 8 أصبحوا 2 4 6. النمط يتناقص، كان 10 أصبح 8 أصبح 6، يبقى هنا هيبقى كام يا أبطال؟ ممتاز، هيبقى 4. طيب وفي آخر خانة 2 فقط. التمثيل البياني التالي يوضح بيانات التلاميذ حول الرياضة المفضلة، لاحظ ثم أجب. مخطط التمثيل بالأعمدة لازم يكون له عنوان ويكون في محور رأسي وله تسمية ومحور أفقي وله تسمية، والمحور الرأسي يكون في مقياس الأعداد والمحور الأفقي يكون فيه نوع الرياضة أو عدد التلاميذ. ألف، ما عدد التلاميذ الذين يفضلون السباحة؟ أبص على السباحة وهشوف عدد التلاميذ. المقياس عندي 2 4 6 يعني طالع بالاثنين، هشوف 2 4 6 8 ومش مكمل لحد 10، إذن هما 9 تلاميذ. 9 ايه تلاميذ. باء، ما الرياضة التي يفضلها أكبر عدد من التلاميذ؟ هشوف أكبر لون عندي وأكثر لون عندي اللون الأزرق، هشوف الرياضة اللي هي ايه؟ رياضة كرة القدم، نكتب كرة القدم. جيم، مستخدما العلامات التكرارية وضح عدد التلاميذ الذين يفضلون التنس. التنس كام يا أبطال؟ 2 4 6 تلاميذ، هعمل 1 2 3 4 الخامسة والعلامة السادسة. دال، ما الفرق بين عدد التلاميذ الذين يفضلون كرة القدم والسباحة؟ كرة القدم 10 تلاميذ والسباحة 9 تلاميذ، هقول 10 ناقص 1 يساوي 1 تلميذ. أكمل الجدول والرسم البياني. طبعا أنا عندي هنا الفاكهة وعدد التلاميذ، الموز 4 تلاميذ، هكتب 4 وهاجي عند الموز واطلع لحد رقم 4، الأول لحد رقم 4. البرتقال 6 تلاميذ، أكتب 6 وهاجي عند البرتقال عند رقم 6 وهالأول لحد رقم 6. المانجو 3 تلاميذ، أكتب 3 وهالأول لحد رقم 3 بهذا الشكل. الفراولة 5 تلاميذ، هكتب 5 وهالأول لحد رقم 5 في الفراولة. اليوسفي 5 تلاميذ أيضا، هكتب 5 وهالأول لحد رقم 5. التمثيل البياني التالي يوضح بيانات التلاميذ حول اللون المفضل، لاحظ ثم أجب. ده تمثيل بيانات بالصور، لازم يكون له عنوان وله مفتاح. المفتاح يقول الوجه يساوي 2 تلميذ، إذا نصف الوجه يساوي تلميذ واحد فقط. ألف، ما عدد التلاميذ
الذين يفضلون اللون الأخضر. أدي اللون الأخضر كم تلميذ؟ 2 4 5 5 تلاميذ. ب: ما اللون الذي يفضله أقل عدد من التلاميذ؟ هشوف أقل عدد من التلاميذ عند اللون الأصفر، نكتب الأصفر. جيم: كم يزيد عدد التلاميذ الذين يفضلون اللون الأزرق عن اللون الأحمر؟ اللون الأزرق 10 تلاميذ واللون الأحمر 7 تلاميذ، 10 ناقص 7 يساوي 3 تلاميذ. دال: ما إجمالي عدد التلاميذ الذين أدلوا بأصواتهم حول اللون المفضل؟ كده هنجمع عدد التلاميذ كلهم، هنعد التلاميذ الذين أدلوا بأصواتهم. هنا الأحمر 7 تلاميذ والأخضر 5 تلاميذ، يبقى 7 زائد 5 12، 12 و10 22 و4 26 تلميذ أدلوا بأصواتهم حول اللون المفضل. آخر تدريب معايا، اختر العدد المناسب. ألف: 7 أمتار يساوي كام سنتيمتر؟ أنا عارف يا أبطال المتر يساوي 100 سنتيمتر، المتر يساوي 100 سنتيمتر، دول 7 أمتار يبقى 7 ميات يعني 700، هكتب 700 سنتيمتر وأعمل دائرة على رقم 700. ب: 5 سنتيمتر يساوي كام مليمتر؟ 1 سنتيمتر يساوي 10 مليمتر، إذا 5 سنتيمتر يساوي 50 مليمتر وأعلم على رقم 50. جيم: 90 مليمتر يساوي كام سنتيمتر؟ العشرة ملي يساوي واحد سنتي، دول 90 يساوي 9 سنتيمتر أعلم على رقم 9. 300 سنتيمتر يساوي كام متر؟ أنا قلت 100 سنتيمتر يساوي 1 متر، طيب 100 زائد 100 زائد 100 300 يبقى 3 متر، نكتب 3 متر ونعلم على رقم 3. بكده إن شاء الله نكون قد انتهينا من الفصل الأول كامل، وانتظرونا إن شاء الله في الفصل الثاني والدرس رقم 11. ولكن إن عجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.